حصلت الحادثة التي صدمت وهزت العالم، وقد عرضت في برنامج أهل المدينة، وكان مضمونها طفلة مرمية على قارعة الطريق وجدت في أرض زراعية تسكنها الحيوانات السائبة التي نهشت جزءا من أطرافها. اليوم قد تعافت الطفلة البتول وهي بصحة جيدة بعد أن حظت برعاية خاصة من قبل إحدى العوائل. السلام عليكم، إحنا العائلة اللي تبنينا الطفلة البتول كانت متواجدة في مستشفى البتول. من أول ما دخلت الطفلة إلى المستشفى وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتلفزيون شفناها فردناها وقدمنا طلب، حالنا حال العالم اللي قدمته، هواية كانت ناس ويانا مقدمين، فيعني هواية قدموا معاملات. من ضمن المعاملات أكو بيهن نقص وأكو بيهن كاملات، فنهاية الموضوع مالتها أنه لازم ينحسم موضوعها بالفترة الأخيرة، لأن هي صارت زينة وبعد ما تحتاج خدج ولا تحتاج أنه تدخل المستشفى لأن تتمتع بصحة جيدة. فقرر القاضي أن تسليم الطفلة إلنا بعد ما توفرت الشروط كلها إلنا يعني، فاستلمناها للطفلة وجبناها للبيت كلش فرحانين بيها ومكيفين بيها، ملت علينا البيت كله يعني، وكنا يعني متشتتين هيك يعني ما مترابطين لأن ماكو طفل يربطنا. فهسه الحمد لله والشكر بعد ما دخلت بتول لحياتنا غيرت حياتنا جذريا. طيب شنو الموقف أو السبب اللي أثر بيكم أن تبني هاي الطفلة؟ لأن هاي الطفلة عانت من أول يوم بحياتها، فقدت أطرافها، ويعني هي كافحت حتى تعيش وهي وحدها، وكانت بمكان ما حد يقدر يعيش به وبالذات إذا هي طفلة. فالحمد لله وشكر الله باوع عليها ونجاها من هذا الشيء اللي هي مرت به، فهذا الشيء يعني يخلي كل إنسان يتمنى يربيها ويهتم بها يعوضها على اللي مرت به بأول يوم بحياتها. بالنسبة لوضعها الصحي حاليا؟ لا جيد جدا وزينة الحمد لله، تتمتع بصحة زينة، بس شوية أطرافها لأن فقدتها هي بهذا الموقف اللي مرت به دتعاني من عدها يعني، لأن بعدها صغيرة فيعني يراد لها عناية خاصة، لأن هيك طفل وبهيك عمر وبإيد وحدة بنت كبرت تصير أصعب. فإحنا نطالب من الحكومة، من الجهات المعنية، من المنظمات، من أي إنسان مقتدر يعني مو ينطينا إلنا المال. يعني أني الحمد لله والشكر أني عندي راتب وزوجي عنده راتب وإحنا متمكنين وحالتنا كل الزينة وما محتاجين لأحد، بس محتاجين الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر الله عوضنا بطفلة تسوى الدنيا، بس نريد موضوع إيديها يعني فت جراحة تجميلية، زرع أطراف، يعني أكو ناس مقتدرة وتقدر يعني تساعدها، يعني عادي لو يساعدونا بيها ما بيها شيء. هي فقط إيد واحدة؟ بس إيد واحدة، والإيد الثانية بيها 3 أصابع. نعم. بس ما تقدر يعني تمارس حياتها الطبيعية بإيد واحدة، يعني من تكبر تصير عائق أكثر بالقراية بالكتابة بالدراسة بكل شيء. يعني عيني زوجي كلش فرحان بالموضوع ومتقبل الموضوع مالتها، كل عائلتي يعني متقبلين موضوعها، يتعاركون عليها الجهال، هذا يقول أنا شيء وهذا يقول أنا شيء، يعني إحنا ما عندنا طفل، أنا يعني اللي هو زوجي الابن الأكبر وأني اللي كنا الأولى لهم، فما عدنا طفل. فمن جدتي بتول دخلت على حياتنا غيرت حياتنا كلها الحمد لله. هذا المكان وتلك العائلة سوف تكمل بتول ما تبقى من حياتها، لتبرهن العالم أن هناك نظيران لا يجتمعان أبدا، الأول من هم عديمو الرحمة والإنسانية، والآخر من هم مليئين بالرحمة والإنسانية. من محافظة ديالى لبرنامج أهل المدينة واثق المعموري.